الرئيس السيسي يشارك في الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال الأمريكي الأفريقي ضمن فعاليات قمة القادة في واشنطن. الرئيس السيسي يؤكد لوزير الخارجية الأمريكي تمسك مصر بتطبيق مبادئ القانون الدولي بشأن سد النهضة الإثيوبي. الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على دعم شراكاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، خاصة ما يتعلق بالشق العسكري. السابعة صباحا، الخامسة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم من القاهرة. أهلا ومرحبا بكم، والبداية بملف القمة الأمريكية الإفريقية الثانية. شارك الرئيس السيسي في الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال الأمريكي الأفريقي ضمن فعاليات مشاركته في قمة القادة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإفريقيا في العاصمة الأمريكية واشنطن. كما التقى الرئيس السيسي في واشنطن أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، وشهد تبادل وجهات النظر حول مجمل القضايا الإفريقية في ضوء القمة الأمريكية الأفريقية الحالية. كما التقى الرئيس السيسي وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بمقر البنتاغون في واشنطن، حيث أكد الرئيس السيسي حرص مصر على دعم شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، خاصة ما يتعلق بالشق العسكري. شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال الأمريكي الأفريقي ضمن فعاليات مشاركة سيادته في قمة القادة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإفريقيا في العاصمة الأمريكية واشنطن. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في واشنطن السيد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي. اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول مجمل القضايا الإفريقية في ضوء القمة الأمريكية الإفريقية الحالية، حيث شدد السيد الرئيس على أن القارة الإفريقية تحتاج إلى بنية أساسية قارية مكتملة الأركان تدعم تنفيذ الجهود والمبادرات التي تستهدف الدول الإفريقية، وليكن ذلك من خلال مشروع دولي ضخم يحشد الموارد والدعم من الدول الكبرى والخبرات التنموية العالمية لبلورة رؤية شاملة لتلك البنية الأساسية التي تعتبر حتمية لنجاح جهود التنمية في القارة. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي، وذلك بمقر البنتاغون في واشنطن. وقد أعرب وزير الدفاع الأمريكي عن تشرفه بزيارة السيد الرئيس لمقر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، مؤكداً على التقدير البالغ لجهود السيد الرئيس الشخصية وروح القيادة شديدة الاتزان والفعالية لتحقيق الأمن والاستقرار والتهدئة في الشرق الأوسط،
وتجاه مختلف القضايا والأزمات بالمنطقة، وذلك امتداداً لدور مصر التاريخي السباق في إرساء ونشر ثقافة السلام والعيش المشترك في المنطقة، وهو الدور الهام الذي تعول عليه الولايات المتحدة وتدعم استمراره. من جانبه أكد السيد الرئيس حرص مصر على دعم شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، خاصة ما يتعلق بالشق العسكري، وكذلك على الصعيد الأمني، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة والعالم. وفي هذا السياق تم التوافق خلال اللقاء على الاستمرار في تعزيز العلاقات العسكرية بين مصر والولايات المتحدة باعتبارها صلب الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتدعم مسؤولياتهما وجهودهما المشتركة تجاه استعادة الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على استراتيجية ومتانة العلاقات المصرية الأمريكية، وخلال اجتماعه في مقر إقامته بواشنطن مع عدد من القيادات الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي على هامش زيارته لواشنطن للمشاركة في القمة الأمريكية الإفريقية الثانية، أعرب الرئيس السيسي عن تقدير مصر للدور الذي يقوم به مجلس النواب الأمريكي في تعزيز الشراكة بين البلدين، والتطلع لمواصلة الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيزها في مختلف مجالات التعاون الثنائي في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة. كما أكد الحرص على التواصل مع مختلف دوائر صنع القرار بالولايات المتحدة في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا. كما التقى الرئيس السيسي في واشنطن مع أعضاء تجمع أصدقاء مصر في الكونغرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وأكد الرئيس السيسي على استراتيجية العلاقات الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة وحرص مصر على تعزيز تلك العلاقات بكل جوانبها. شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار عمل مع عدد من القيادات الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أكد على استراتيجية ومتانة العلاقات المصرية الأمريكية، معرباً سيادته عن تقدير مصر للدور الذي يقوم به مجلس النواب الأمريكي في تعزيز الشراكة بين البلدين، والتطلع لمواصلة الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيزها في مختلف مجالات التعاون الثنائي في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، مؤكداً سيادته الحرص على التواصل مع مختلف دوائر صنع القرار بالولايات المتحدة في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا. من جانبهم أعربت القيادات الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي عن تشرفهم بلقاء السيد الرئيس، مؤكدين على أن مصر تمثل حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، ومعربين عن التقدير لدور مصر المحوري كركيزة للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط والقارة الإفريقية، إلى جانب جهود مصر الناجحة في التصدي لخطر الإرهاب والفكر المتطرف وإرساء مفاهيم التسامح الديني، ومساعيها المتزنة الرشيدة بقيادة السيد الرئيس للتوصل إلى حلول لمختلف الأزمات التي تمر بها المنطقة. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعضاء تجمع أصدقاء مصر في الكونغرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن أعضاء تجمع أصدقاء مصر في الكونغرس الأمريكي أكدوا أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تنسى فضل مصر في فتح باب السلام ونشر ثقافة التعايش المشترك في منطقة الشرق الأوسط.
نظم عدد من أفراد الجالية المصرية في الولايات المتحدة وقفة تأييد ودعم للرئيس عبد الفتاح السيسي أمام مقر إقامته في العاصمة الأمريكية واشنطن. حملوا أعلام مصر وصورا للرئيس عبد الفتاح السيسي ولافتات لدعم مصر، ومؤكدين على دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يقوم به من إجراءات لصالح مصر، مشيرين إلى حرصهم على الحضور من مختلف الولايات لإظهار حبهم ودعمهم للرئيس. احنا متواجدين من امبارح، جينا من امبارح من الصبح من جميع الولايات، من أبسط نيويورك، انا جاي من أبسط نيويورك يعني اكتر من 8-9 ساعات، في ناس جايه من ولايات من نيوجيرسي وكاليفورنيا وفلوريدا وبنسلفانيا، كلنا جايين عشان السيسي من امبارح واحنا موجودين على اللي بيعمله في مصر وجميع المشاريع، وشفنا وبننزل مصر على طول يعني سنويا العاصمه الجديده، نشكره عليها ونشكر على البنيه الاساسيه اللي اتعملت، على الطرق، على كل حاجه اتعملت. معاك يا ريس، معاك في كل مكان، في كل قراراتك، في كل انجازاتك، بنقول لك اؤمر تلاقي 100 مليون فدائي فداك يا ريس. معاك يا ريس، تحيا مصر. عايز اقول للريس احنا في ظهرك يا ريس، وربنا يبارك لنا فيك، وما تقلقش من اي حاجه، وانت عملت حاجات كتير لمصر، واحنا واقفين لك بالليل وفي عز السقعه وجايين لك لغايه دلوقتي واقفين بالليل، مش همامنا ولا سقعه ولا اي حاجه، كل ده عشانك يا رئيس ريس وعشان مصر. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. احنا بنرحب بالرئيس السيسي وسبورت الرئيس السيسي وسبورت ايجيبت، ويلكم تو ذا امريكا، وربنا يوفقك في بلدنا، واحنا مش هنلاقي غيرك يقف مع الشعب المصري ومع البلد المصرية، وربنا يوفقك، ربنا يوفقك، وتحيا مصر ويحيا السيسي. بقول له انت اعظم رئيس حكم مصر، والراجل ده لو كان موجود من عهد عبد الناصر كان زمان مصر اقوى بلد في العالم واعظم بلد في العالم. فربنا ربنا يخليه وربنا ينصره على كل اللي يعاديه وربنا يخليه لنا. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن العمل المشترك بين الولايات المتحدة والقارة الإفريقية في ملفي المناخ والطاقة، مشيرا إلى حضوره قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ وتعهده بتقديم 150 مليون دولار لمعالجة تغيرات المناخ، ولافتا إلى التأكيد على الشراكة مع إفريقيا في الفرص والحوكمة الجيدة في المجالات كافة. الآن فنحن نتعامل مع أزمة المناخ وتحول الطاقة الموجودة في أفريقيا. نحن نريد من أفريقيا أن تتأقلم مع احتياجاتها للطاقة. وفي الشهر الماضي سافرت إلى مصر لكي أحضر مؤتمر مناخ، ووعدت بتقديم 150 مليون دولار، وهذا هو جزء من الثلاث بلايين دولار التي سوف تقدمها الولايات المتحدة في خلال الأعوام القادمة. ولقد عملنا مع الاتحاد الأفريقي للتأكيد على القيم التي تتشارك فيها كل شعوبنا، وهي الحرية والفرص والشفافية والحوكمة الجيدة. كما جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن التزام بلاده بدعم كل جوانب النمو في إفريقيا وخلق البيئة المناسبة للتواصل التجاري، معلنا أن بلاده ستوقع مذكرة تفاهم مع منظمة التجارة الحرة في إفريقيا بما يسهم في تحقيق التقارب. فالولايات المتحدة ملتزمة بدعم كل جانب من جوانب النمو في أفريقيا وخلق البيئة المناسبة للتواصل التجاري بين الشركات الأفريقية والأمريكية. الولايات المتحدة ملتزمة تماما بالتدخل في مساعدة أفريقيا على صنع مستقبل أفضل، ونحن نؤمن سوف أعلن عدد من الخطوات الهامة. أولها هو أن الولايات المتحدة سوف توقع مذكرة تفاهم مع الأمانة الخاصة بمنظمة التجارة الحرة في أفريقيا، وهذا سوف يقرب بلدينا بشكل لم يحدث في الماضي. هذه فرصة كبيرة بالنسبة لأفريقيا، والولايات المتحدة تريد لهذه الفرص أن تتحقق.
وخلال جلسة أخرى في منتدى الأعمال الأمريكي الإفريقي، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتون بلينكين أن بلاده سوف تقدم استثمارات أكبر على صعيد القطاع الخاص في إفريقيا في الطاقة والصحة والمجالات الرقمية، هذا بالإضافة إلى برنامج لتوفير الطاقة الكهربائية والطاقة النظيفة في إفريقيا. نقدم أيضا استثمارات أكثر على صعيد القطاع الخاص وفي الأمم الأفريقية المختلفة بما في مجال الطاقة والصحة والمجالات الرقمية. نفعل هذا من خلال برنامج اسمه Power Africa الذي يوفر الطاقة الكهربائية ومصادر طاقة نظيفة أكثر 160 مليون في أفريقيا جنوب الصحراء، وتعديد الاستثمارات في البنية الأساسية للطاقة، ما ونتشارك مع أعضاء مجموعة الدول السبع للاستثمار لقيادة الاقتصادات القرن 21 في مجال البنية الأساسية لوسائل النقل والمواصلات وغيرها. وأعلن اليوم عن مبادرة جديدة، المساعدة الفنية لتعديد استثمارات القطاع الخاص في القطاعات الأفريقية. هذه البرامج تسهل على القطاع الخاص لتوفير المساعدات الفنية لشركائنا في أفريقيا، بحيث المسؤولين الأفريقيين يقوموا بتحديد ما هي المشروعات المستدامة هنا، وأيضا وكيفية تنفيذ هذه المشاريع سويا. إذن لا يوجد تقصير من حيث الأفكار ولا المبادرات، ولا تقصير حيث من الحماس بالطريقة التي يمكن نعمل معها لتعميق استثماراتنا والتجارة فيما بيننا. ونعم، هذا مهم بالنسبة لنا، ولكن ليس أيضا للسنة المالية القادمة أو السنوات المالية القادمة، وبالنسبة للعقود القادمة والأجيال القادمة. ويأتي في صلب هذه المبادرات أيضا هناك هدف أساسي، أن نعمل عن قرب بشكل أكبر بحيث يمكن أن نقدم المكاسب والفوائد لشعوبنا بشكل يومي. تعبر القمة الأمريكية الإفريقية الثانية عن التزام الولايات المتحدة بدعم إفريقيا والرغبة في تعزيز التعاون بشأن الأولويات العالمية المشتركة. المزيد نتابعه في سياق العرض التالي مع الزميل كريم حاتم. أهلا بكم في قمة هي الثانية من نوعها تستضيف العاصمة واشنطن القمة الإفريقية الأمريكية، وذلك على مدار 3 أيام بمشاركة العديد من القادة الأفارقة. الرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب عن تطلعه للعمل مع الحكومات الإفريقية والمجتمع المدني وتجمعات المهجر في الولايات المتحدة والقطاع الخاص من أجل مواصلة تعزيز الرؤية المشتركة بشأن مستقبل العلاقات الإفريقية الأمريكية. أما نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس فأعربت عن الأهمية التي توليها واشنطن لتعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية، مؤكدة أن القمة تعكس التزام أمريكا تجاه شركائها الأفارقة في إطار من الاحترام المتبادل والمصالح والمبادئ المشتركة. الخارجية الأمريكية من جانبها قالت إن القمة تعكس التزام الولايات المتحدة المتواصل تجاه إفريقيا وأهمية العلاقات الإفريقية الأمريكية، وإنها تعمل على زيادة التعاون القائم على الأولويات المشتركة بين الجانبين. ورأت الخارجية الأمريكية أن إفريقيا ستعيد تشكيل المستقبل، ليس فقط مستقبل الشعوب الإفريقية بل أيضا مستقبل العالم. أما بشأن الأهداف المعلنة لهذه القمة فهي تعزيز التعاون الاقتصادي، حيث من المتوقع أن تعمل القمة على التأكيد على تعزيز تركيز الإدارة الأمريكية على التجارة والاستثمار في إفريقيا، وتسليط الضوء على التزام واشنطن بقضايا القارة الإفريقية وتطلعاتها التنموية. أحد أهداف القمة أيضا هو تحقيق السلام والأمن والحوكمة الرشيدة وتعزيز الأمن الغذائي ودعم الاستجابة لتغيرات المناخ، حيث يهدف القادة الأفارقة المشاركون إلى لفت انتباه واشنطن نحو الحاجة العاجلة للتنمية ودعم دول القارة في التصدي للتغيرات المناخية وإجراءات التكيف. كذلك من أهداف القمة تعزيز التعاون الصحي وتعزيز التعليم وتمكين الشباب، حيث تمثل القمة فرصة كبيرة لفتح حوار مباشر بين دول القارة وواشنطن فيما يتعلق بتمكين الفئات المهمشة كالشباب والمرأة. على هامش القمة يعقد منتدى المجتمع المدني بعنوان الشراكة الشاملة من أجل تعزيز أجندة 2063، والذي يمثل منصة مشتركة بين كبار الممثلين الحكوميين والمجتمع المدني
ويتيح الفرصة لمنظمات المجتمع المدني أن تدلي برأيها فيما يتعلق بالفئات المهمشة في الحياة العامة وحقوق العمال ومكافحة الفساد. كما يعقد على هامش القمة منتدى قادة شباب إفريقيا والمهجر، والذي يشدد على الالتزام بتعزيز الحوار بين المسؤولين الأفارقة والأمريكيين في المهجر، وتوفير منصة لشباب القادة الأفارقة من أجل التوصل إلى حلول مبتكرة للتحديات الراهنة، وكذلك منتدى قادة الأعمال الأمريكيين والأفارقة. مشاهدينا الكرام، كان هذا استعراضاً للقمة الإفريقية الأمريكية وأبرز أهدافها المعلنة. نشكر لكم طيب المتابعة. تمتلك القارة الإفريقية العديد من الثروات الطبيعية والتي تجعلها وجهة للاستثمار. المزيد عن فرص الاستثمار في القارة السمراء نتابعه في العرض التالي. أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي حرص الدولة على ضمان توفير السلع بأسعار عادلة، مشددا في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي على ضرورة وضع الأسعار على جميع السلع في كل منافذ البيع ومنح مهلة أسبوعين لجميع المنافذ التجارية للالتزام بذلك قبل اتخاذ كل الإجراءات الحاسمة ضد المخالفين. نجد يعني البعض أو فئة من التجار بيستغلوا الأزمة والوضع ويبدأوا يبالغوا في تسعير بعض السلع والمنتجات بدون أي سند وبدون أي منطق في هذا الشأن. فعشان كده إحنا كنا حرصنا الشديد إن إحنا صحيح بنحافظ على توازن السوق وتوافر السلع في السوق، ولكن في نفس الوقت ده واجب الحكومة ومسؤولية أجهزتها إن إحنا نضمن إن السلعة بتتوفر بسعر عادل. ده الشيء الأهم. فعشان كده الحقيقة إحنا يعني ناقشنا هذا الموضوع بصورة موسعة، ويعني اللي لمسناه من المشاكاوى الكثيرة جدا إن هناك العديد من المنافذ التجارية، ويمكن خلينا نتكلم يعني بمنتهى الشفافية اللي بنتكلم على المنافذ هنا، المحلات الصغيرة أو بعض الأماكن الكبيرة حتى الخاصة اللي ما بيبقاش هناك وضع للسعر على السلع، بمعنى السلع موجودة ومعروضة ولكن ما فيش سعر. المواطن يجي ياخد السلع يقول له لا ده الرقم بكذا. هذا الشأن غير مقبول على الإطلاق، وقوانيننا ولوائحنا بتؤكد على ضرورة وضع الأسعار على كل السلع أيا كانت نوعيتها وجودتها ومستوياتها. وبالتالي هنا أنا بتكلم على يعني أيا كانت منافذ البيع الكبير والصغير فيها، لابد أن يكون هناك سعر معلن ومحطوط على السلعة. وبالتالي اللي احنا توافقنا عليه إن احنا بنعطي مهلة أسبوعين فقط لا غير لكل المنافذ التجارية الموجودة على أرض الجمهورية لوضع الأسعار للسلع بتاعتها اللي بتبيعها على السلعة. المواطن يدخل يلاقي فيه سعر موجود على السلعة
أيا كانت. بعد الأسبوعين دول كل أجهزة الدولة مكلفة بدءا من التموين، جهاز حماية المستهلك، المحافظات ووزارة الداخلية، إنها هتنزل وتتأكد من تواجد الأسعار والسلع على السلع كلها. طب المكان اللي مش هيبقى ملتزم هيتم اتخاذ كل الإجراءات الحاسمة اللي هتبقى من يعني بتتراوح من العديد من الإجراءات، ولكن ستصل إلى الغلق وأيضا إتاحة هذه السلع اللي موجودة هناك للبيع في منافذ الدولة بالسعر المعلن لهذا الموضوع. كما أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن مستلزمات الإنتاج الموجودة في الموانئ يتم توفير الموارد الدولارية من أجل الإفراج عنها خلال مدة لا تزيد عن شهرين، وذلك بناء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة والبنك المركزي بإنهاء ملف الاعتمادات المستندية خلال تلك المدة. يمكن كان توجيه فخامة الرئيس للبنك المركزي وللحكومة بإنهاء موضوع الاعتمادات المستندية في خلال مدة أقصاها شهرين، وده اللي احنا بنتحرك فيه. والموضوع ده زي ما اتكلمنا يمكن المرة اللي فاتت وانا اتكلمت مع حضراتكم، احنا بنتحرك نحو خطة تدبير لموارد الدولارية اللي من هنا لغاية نهاية السنة المالية الحالية، اللي من شأنها انها تحقق التوازن المأمول اللي في السوق. هي دي النقط اللي احنا بنتكلم حضرتك عليها، اللي هو حل المشكلة لهذه المستلزمات أو بعض المواد اللي موجودة في المواني. وإحنا نعي هذا الكلام وفي تنسيق كامل، وبنشتغل على الأرض مع المحافظ البنك المركزي في ضوء الإمكانيات اللي موجودة في الدولة، وبنتحرك فيها في هذا الشأن نحو حل هذه المشكلة إن شاء الله في خلال مدى زمني أقل من الشهرين إن شاء الله لحل هذه المشكلة. ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي حسن عبد الله وعدد من الوزراء والمسؤولين. وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي للخطة الاستراتيجية لتنمية الصادرات المصرية لإفريقيا، هذا بالإضافة إلى عرض معدلات نمو الصادرات المصرية لإفريقيا والتي زادت بنسبة 25.4% في الربع الأول من عام 2022. كما استعرض الاجتماع أيضا مجموعة من المقترحات لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الحصيلة الدولارية والمحفزات الممنوحة للمصريين بالخارج وطروحات الأراضي والوحدات السكنية الخاصة بهم. وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والذي تم توقيعه خلال مؤتمر المناخ كوب 27 بمدينة شرم الشيخ لصالح مشروع تطوير خط لوجستي للتجارة بين القاهرة والإسكندرية. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 من يناير والموافقين 25 من يناير لعام 2023. كما وافق المجلس على منح الرخصة الذهبية لعدد 8 مشروعات استثمارية. كما وافق مجلس الوزراء على مد العمل بقرار مجلس الوزراء بتحديد سعر الأرز الأبيض للجمهور لمدة 3 أشهر أخرى. كما وافق المجلس على تعديل قرار منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.
قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن الغرب دفع بالعالم نحو مواجهة خطيرة من خلال توسع حلف الناتو، مشيرا إلى أنها تهدد العالم بأسره. وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إن الدول الغربية من خلال تمسكها بحق الناتو في التوسع على حساب مبدأ الأمن غير القابل للتجزئة دفعت الدول الغربية بالقارة الأوروبية نحو مواجهة قد تشعل العالم كله. قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنكوف إن كييف تحتاج بشكل بالغ الأهمية إلى مزيد من الأسلحة من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ناتو. وذكر أيضا أن كييف في حاجة ماسة إلى المزيد من الاعتاد وعلى وجه التحديد أنظمة الدفاع الجوي، مشيرا إلى أن المناقشات لا تزال مستمرة مع الغرب بشأن هذه الأنظمة، متوقعا أن تحصل بلاده على منظومة باتريوت لكن في مرحلة تالية على حد قوله. أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قد يزور موسكو خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر الجاري. وتشدد روسيا على ضرورة الاتفاق حول إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوريجيا النووية في أسرع وقت ممكن. ويؤكد المسؤولون الروس أن موسكو على اتصال دائم بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الشأن. قال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهل إن التكلفة الحالية لإعمار بلاده تبلغ قرابة 700 مليار دولار. وقال أيضا إنه بحسب تقديرات نائبة رئيس البنك الدولي تبلغ الأضرار الحالية التي لحقت بأوكرانيا نحو 700 مليار دولار، مشيرا إلى أن هذه التقديرات ليست بعيدة عن تقديرات كييف التي أعلنت سابقا أن بلادها بحاجة ل 750 مليار دولار للإعمار. Запас необхідних базових речей: теплий одяг, свічки, ліхтарики, батарейки. قالت مصادر لوكالة رويترز إن مصافي النفط الهندية تشتري النفط الروسي بسعر تحت السقف السعري الذي حددته مجموعة السبع للنفط الروسي، أي تحت سعر 60 دولارا للبرميل. ودخل سقف فرضته مجموعة السبع على سعر النفط الروسي المنقول بحرا حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر ضمن مساعي الغرب لتقويض قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا. وقالت روسيا إنها لن تلتزم بذلك السعر وهددت بوقف إمدادات النفط للدول التي تطبقه. أعلنت وكالة الطاقة الدولية انخفاض إيرادات النفط الروسي خلال نوفمبر الماضي إلى ثاني أدنى مستوياتها هذا العام مع انخفاض سعر خام الأورال مع استمرار التداعيات السلبية لأزمة الطاقة العالمية على الدول ووضع أوروبا سقفا لسعر النفط الروسي. المزيد نتابعه في سياق العرض التالي مع الزميلة نضر رضا. أهلا بكم. مع استمرار التداعيات السلبية لأزمة الطاقة العالمية على الدول ووضع أوروبا سقفا لسعر النفط الروسي إلى جانب محاولة تنفيذ نفس السياسة مع الغاز الطبيعي، أعلنت وكالة الطاقة الدولية انخفاض إيرادات النفط الروسية خلال نوفمبر الماضي إلى ثاني أدنى مستوياتها هذا العام مع انخفاض سعر خام الأورال. وذكرت الوكالة في تقريرها الشهري أنه من المتوقع أن ينخفض إنتاج روسيا من النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميا خلال شهر ديسمبر الجاري. كما قالت الوكالة إن أسعار النفط قد ترتفع العام المقبل بسبب ضغط العقوبات الغربية على الإمدادات الروسية وتجاوز الطلب التوقعات السابقة.
وتعد صادرات الطاقة أكبر مصدر فردي لإيرادات الميزانية الروسية. لذلك تهدف الدول الغربية إلى تقليل تدفق الأموال بتنفيذ قرار وضع حد أقصى لسعر برميل النفط الروسي قدره 60 دولاراً منذ الخامس من شهر ديسمبر الجاري. على الجانب الآخر، لا تزال أسعار الغاز الطبيعي أعلى بأربعة أضعاف من المتوسط في هذا الوقت من العام، بالتزامن مع فشل اجتماع وزراء الطاقة في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في بروكسل في التوصل لاتفاق نهائي على مستوى التكتل لوضع سقف لأسعار الغاز، وذلك بعد أشهر من الخلافات حول ما إذا كان من شأن الإجراء التخفيف من أزمة الطاقة في أوروبا. لكنهم أمهلوا أنفسهم أسبوعاً إضافياً لانتزاع اتفاق يتيح تبني تدابير طارئة أخرى لتخفيف وطأة أزمة الطاقة. الانقسام الحالي في أوروبا يعيق بشكل أساسي إقرار نصين آخرين عاجلين تم التوافق بشأنهما من قبل، غير أن إقرارهما رسمياً يتوقف على قرار حول تحديد سقف لأسعار الغاز، وينص الاقتراح الأول على شراء الغاز بصورة جماعية بمشاركة اتحادات شركات من أجل الحصول معاً على أسعار أفضل، إضافة إلى آلية تضامن تؤمن تلقائياً إمدادات للدول المهددة بأزمة طاقة. أما النص الثاني فيعمل على تسريع آليات منح التراخيص لإقامة بنى تحتية للطاقات المتجددة. تداعيات أزمة الطاقة في أوروبا انعكست على تصريحات بعض المسؤولين، حيث عقب وزير الطاقة اليوناني على أزمة الغاز الروسي بأن المواطنين الأوروبيين يعانون والشركات الأوروبية تغلق أبوابها وأوروبا تجادل بلا داعي، فيما أشار وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يتمكن من الإجابة على جميع التساؤلات رغم ما تم إحرازه من تقدم في ملف الطاقة. إذن مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضاً حول أبرز التطورات الأخيرة في ملف الطاقة الروسية. أشكر حضراتكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء. انطلقت اليوم في الخارج الانتخابات التشريعية التونسية لمدة 3 أيام لاختيار أعضاء مجلس نواب الشعب. هذا ومن المقرر أن تنطلق عملية الاقتراع بالداخل السبت المقبل في الانتخابات التي يتنافس فيها 1058 مرشحا على 161 مقعدا. وتجرى الانتخابات التشريعية التونسية في إطار القانون الانتخابي الجديد الذي ينص على إلغاء نظام القوائم الحزبية واعتماد نظام الاقتراع الفردي. نفذت قاذفتان روسيتان مهمة بعيدة المدى فوق المياه المحايدة لبحر اليابان استمرت 7 ساعات. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قاذفتين استراتيجيتين من طراز توبوليف 95 MS تابعتين لقوات الفضاء الروسية نفذتا مهمة بعيدة المدى فوق المياه المحايدة لبحر اليابان.
دشنت القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية وحدة قوات فضائية جديدة في وقت تكثف فيه الدولتان الحليفتان جهودهما لتطوير سبل مواجهة التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة من كوريا الشمالية. منسوب التوترات في شبه الجزيرة الكورية ما زال على ارتفاعه، حيث دشنت القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية وحدة قوات فضائية جديدة. تدشين الوحدة الأمريكية جاء في وقت تسعى فيه الحليفتان واشنطن وسول لتعزيز التعاون الأمني وتطوير سبل مواجهة التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة من كوريا الشمالية، التي أجرت اختبارات هذا العام لإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات قادرة على الوصول للبر الرئيسي في الولايات المتحدة. وتطلع القوة الفضائية الأمريكية بمهمة مراقبة ورصد وتتبع الصواريخ، إضافة إلى تعزيز القدرة الفضائية للجيش بشكل عام، بينما المستهدف أن تساعد الوحدة الجديدة في مراقبة واكتشاف وتعقب المقذوفات من الشمال وأماكن أخرى، في عملية من المرجح أن تعزز قدرة الردع الشاملة للتحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وحدة القوة الفضائية الأمريكية ليست الأولى من نوعها، حيث أسست القوات الجوية لسول وحدتها الفضائية الخاصة هذا الشهر بهدف تعزيز قوتها في هذا المجال وقدرتها على تنفيذ العمليات مع القوات الفضائية الأمريكية. التحركات الأمريكية الكورية الجنوبية تأتي استكمالاً لتكثيف المناورات العسكرية المشتركة بينهما إلى جانب اليابان، فيما يعد بمثابة رسائل تحذير لبيونغ يانغ، وذلك منذ أن أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سبتمبر الماضي أن وضع بلاده كقوة نووية أمر لا رجوع عنه. والآن مشاهدين مع وقفة مع أبرز ما اهتمت به الصحف، حيث أبرزت صحيفة الوطن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على استراتيجية ومتانة العلاقات المصرية الأمريكية، وخلال اجتماعه في مقر إقامته بواشنطن مع عدد من القيادات الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي على هامش زيارته لواشنطن للمشاركة في القمة الأمريكية الإفريقية الثانية. وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي أعرب عن تقدير مصر للدور الذي يقوم به مجلس النواب الأمريكي في تعزيز الشراكة بين البلدين والتطلع لمواصلة الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيزها في مختلف مجالات التعاون الثنائي في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، كما أكد الحرص على التواصل مع مختلف دوائر صنع القرار بالولايات المتحدة، وذلك في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا. وأضافت الوطن أن المناقشات تناولت مستجدات قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس السيسي على موقف مصر الثابت الذي يهدف إلى صون أمنها المائي من خلال إبرام اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، وذلك لضمان التدفق الطبيعي التاريخي لمياه النيل إلى مصر، آخذا في الاعتبار الاعتماد الكلي لمصر على نهر النيل كمصدر أساسي للمياه. كشفت وسائل إعلام أمريكية أن تويتر لم تدفع إيجار مكتبها بما في ذلك مقرها في سان فرانسيسكو منذ أسابيع، وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات الإضافية لخفض التكاليف. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه بعد استحواذ رجل الأعمال إيلون ماسك على الشركة، رفض تويتر دفع فاتورة بقيمة 197,725 دولاراً للرحلات الجوية التي قامت بها الإدارة السابقة. وأضافت الصحيفة أن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي يدرس عدم دفع تكاليف إنهاء الخدمة لآلاف الموظفين المسرحين منذ استحواذ ماسك.
أوضحت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن التطورات الأخيرة في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا دفعت واشنطن إلى التفكير في تقديم منظومة صواريخ باتريوت لتعزيز قدرتها في مواجهة الآلة العسكرية الروسية. وعلقت الصحيفة الأمريكية أن تلك الخطوة تأتي في أعقاب القصف المكثف لشبكة الطاقة الأوكرانية، ما أدى لتعريض البلاد لأزمة طاقة حادة بعد تدمير نحو 50% من البنية التحتية للطاقة هناك. ونقلت الصحيفة الأمريكية عن أحد كبار المسؤولين الأمريكيين قوله أنه رغم عدم موافقة الرئيس الأمريكي جو بايدن رسميا على تلك الخطوة حتى الآن، فإنه من المتوقع أن يتم تنفيذها في أقرب وقت ممكن. كشفت مجلة ميليتري واتش الأمريكية النقاب عن قيام مقاتلة روسية تابعة للأسطول الشمالي للبحرية الروسية باعتراض طائرات استطلاع النرويجية. وعلقت المجلة الأمريكية بقولها إن المقاتلة الروسية ميج 31 التي توصف بأنها صائدة الثعالب تعد من أقوى المقاتلات الهجومية الروسية في عمليات القتال جو-جو، والتي صممت خصيصا لعمليات القتال الجوي، كما أنها تعد أوسع طائرة حربية ميدانية وأسرعها على مستوى العالم، بما يتيح لها حمل رادار ضخم وحمولات كبيرة من الصواريخ والذخائر. رياضيا مشاهدينا الكرام، حيث تأهلت فرنسا لمواجهة الأرجنتين في نهائي مونديال قطر 2022 بعد فوزها على المغرب بهدفين دون رد في نصف النهائي. جاء هدف المنتخب الفرنسي عبر كل من ثيو هرنانديز في الدقيقة 5 ورندال كولومواني في الدقيقة 79. وستقام المباراة النهائية يوم الأحد المقبل في 5 مساء على استاد لوسيل، بينما ستقام مباراة تحديد المركز 3 بين المغرب وكرواتيا يوم السبت. شهدت العاصمة الفرنسية باريس احتفالات كبيرة بتأهل المنتخب الفرنسي إلى نهائي بطولة كأس العالم، حيث خرج الآلاف إلى الشوارع للاحتفال بتأهله للمرة الثانية على التوالي إلى نهائي المونديال. ختام نشرة السابعة مشاهدينا، وإليكم أبرز ما جاء فيها من عناوين. الرئيس السيسي يشارك في الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال الأمريكي الإفريقي ضمن فعاليات قمة القادة في واشنطن. الرئيس السيسي يؤكد لوزير الخارجية الأمريكي تمسك مصر بتطبيق مبادئ القانون الدولي بشأن سد النهضة الإثيوبي. الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على دعم شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، خاصة ما يتعلق بالشق العسكري.
ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. شكرا جزيلا لكم وعلى طيب المتابعة. تقبلوا تحياتي أنا حور محمد، إلى اللقاء.